فرص ضائعه بالجمله وتعادل سلبي بين الاهلي ومصر المقاصه. كابتن علاء ميهوب، شفنا الشوط الاولاني بدايه مبكره كانت فيها كره حلوه شويه من النادي الاهلي احسن من المباريات اللي فاتت في البدايات بتاعتهم، ولكن لم يستمر الوضع اكتر من 5 دقائق. تقييمك ايه للشوط الاول لاداء النادي الاهلي؟ هو واضح ان هو شوط احتفالي برضو لسه، فاهم يعني؟ الفرقتين بيلعبوا، اللي معاه الكوره بيهاجم، مفيش اي ضغط، مفيش اي دفاع خالص من الفرقتين على فكره، عشان كده تلاقي فرص كتير قوي. لكن يحصل للنادي الاهلي حاجه النهارده، النادي الاهلي لعب 20 دقيقه ممتازه عشان حاجه واحده بس يا ايمن، عشان بدا صح، بدا بالشكل يعني المعتاد لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه متعوده عليه. وقلنا قبل كده في الاستوديو، دايما اللعيب بيلعب في المكان اللي هو متعود عليه، بيحس براحه فيه. عشان كده الشكل العام تلت ساعه حلو قوي. جيرار كان بيلعب اجي ناحيه الشمال زي ما قلنا، وبيلعب جيرارد ناحيه اليمين مع هاني، محمد مجدي بيلعب تحت راس الحرب، هو البلاي ميكر بتاعك. عشان كده الشكل كان حلو وفرص ضايعه وضغط كويس قوي. لكن بعد تلت ساعه بقت شبه تقسيمه، يعني شبه تقسيمه بالظبط، انت تمسك الكوره ومفيش ضغط من فرقتين، فرص كتير قوي ضايعه. بعدين معلش يعني ما ينفعش كل شوط او كل مباراه او النجم والشوط اللي النجم وراه الشناوي، ما دي حاجه على فكره، دي حاجه وحشه مش حاجه حلوه. يعني لما يطلع حارس المرمى بتاعي ان هو نجم المباراه، ماشي نجم المباراه ما مش حلو. نجم الشوط الاول الشناوي، 3 انفرادات النهارده كلهم بنفس الشكل، ودي برضو حاجه لازم تتعالج. خلاص احنا الحمد لله الدوري مخلصينه والكلام ده كله منتهي ومتفقين عليه، لكن انا بتكلم على اللي جاي، لازم الحاجات دي لازم تتعالج وبسرعه. الفرص دي يا ايمن لو مع واحد اللي هو من نص فرصه بتجيب هدف هتبقى مشكله عندك. مش هي بتلعب بنفس الاسلوب، المساحه اللي بين محمد هاني وياسر ابراهيم مساحه موجوده على طول، ما ينفعش انت تقفل كويس قوي ولازم تتعالج. ده الحاجه السلبيه على فكره، حاجه مش ايجابيه ان الشناوي يطلع نجم الشوط خالص، حاجه مش ايجابيه بالمره. الحاجه الايجابيه في النادي الاهلي تحركات بادجي، حرك كويس جدا جدا النهارده، تقريبا الوحيد اللي غلطاته قليله قوي في الشوط الاول. ده بيتحرك ناحيه الشمال، بيساعد دايما على اجاييه ومحمد مجدي، اجاييه لسه برده مش قوي. حمدي فتحي وعمرو السوليه عاملين شغل كويس بس من غير مراقبه، زي ما انا بقول لك انا عندي كلامي، مفيش حد بيراقب هنا ومفيش حد بيراقب هنا. المشكله بس في الكور، الكره الثانيه دايما لمصر المقاصه بتبقى خطر. الحاجات الجديده بيلعب فيها النادي الاهلي النهارده، وما اعرفش يمكن عادل قال جمله في بدايه الاستوديو ان كل مباراه هو بيلعب بشكل جديد بس مش طريقه. الشكل النهارده بتلعب على الاوفسايد النهارده من بدري، لو انت ملاحظت ان الرباعي بتاع النادي الاهلي بيلعبوا على اوفسايد جيم بس من قدام قوي، حته الاخطاء فيها دي لان الكرات البينيه كانت مثلا هنا خروجه وفوافي راح بواحده ايام اللي بيتكلم عليها، هي دي صحيح. اكيد هو مستفاد قال كده، بس الغلطه منها ممكن تكلفك مباراه، يمكن دي الحاجه الواضحه النهارده في اداء النادي الاهلي. كابتن عادل، كنت عايز اتكلم على طريقه لعب النادي الاهلي، طريقه وقفه لعيبه النادي الاهلي. شفنا في اوقات كتير جدا من الشوط الاولاني اللعيبه واقفه في اماكنها صح، ولو بصينا هتلاقي الترتيب صح، ولكن مفيش ضغط على لعيبه مصر المقاصه خالص. ده حقيقي. في اوقات كتير جدا لقينا استحواذ من لعيبه مصر المقاصه في نص الملعب بدون اي ضغط لحد ما بيوصلوا للمنطقه 18 عندي. بص يا كابتن ايمن، المباراه فيها تفاصيل كتير، المباراه دي فيها تفاصيل، ولو انا عايز اعالج الاخطاء اللي عندي او اللي انا عايز ابني للي جاي لازم اركز في المباراه دي قوي، ان المباراه دي فيها لعيبه كوره كتير جوه الملعب، وبتلاعب مدرب عنده تفاصيل جوه الملعب، وده اللي هتقابله في الليفل الجاي، المستوى الجاي اللي هتقابل بيه الوداد واذا كان رجاء او زمالك، هي مباراه تفاصيل اكتر، لازم في الحاجات صغيره حاجات مهمه جدا. انت النهارده في ايجابيات في الاهلي، النهارده في ايجابيات، يعني النهارده من اكتر المباريات اللي انت صنعت فيها فرص للمرمى على مرمى الخصم. بادجي قام بدور كبير زي ما كابتن علاء ميهوب قال، من احسن الماتشات اللي بيتحرك فيها، بيتحرك بشكل كويس جدا. قفشه انا شايف النهارده برضو انتاجه اكتر اعلى من الماتشات اللي فاتت كلها. السولية انتاجه اعلى من الماتشات اللي فاتت كلها. حمدي فتحي نفس الشيء. هو احنا في فرديا بنأدي بشكل كويس، لكن في حاجات جماعيه فيها مشكله. الحاجات الجماعيه الهجوميه اللي احنا مفيش فيها تركيب كويس، اللي ما بين جيرالدو وما بين بادجي، جيرالدو برده انا شايف علامه استفهام في الجانب الهجومي، في مشكله. ولو هو بيلعب عشان هو دفاعيا احسن، برده احنا عندنا مشكله دفاعيه ناحيه برده جيرالدو، فدي نقطه ثانيه. نقطه ان انت وانت بتدافع اعتقد لو النادي الاهلي بص الماتشات اللي فاتت كلها او كل الفرق اللي بتشتغل معاك، هتلاقي ان النادي الاهلي عنده مشكله في خط ظهره، مش في خط الظهر كاشخاص، في خط الظهر كتمركز. تمركزات الدفاع المتقدم ده صعب، الدفاع المتقدم ده عايز لعيبه عندها سرعات عاليه جدا، دي اول حاجه.
تاني حاجه لازم يكون التايمنج بتاعهم واحد، ان هم يا اما هيلعبوا اوف سايد يلعبوا اوف سايد في وقت واحد، يا اما هيتحركوا يتحركوا مع بعض. لكن انت النهارده في دبل باص، اتضربت دبل باص، اتضربت بكور قطريه، اتضربت بكور بينيه، ودي مشكله كبيره. انت النهارده مخلوق عليك خمس ست فرص في الشوط الاول وكره مكرره، مباراه الانتاج مكرره، مباراه اسوان، مباراه الجونه. فدي مع اتفقنا ان احنا لو انت بتلعب ليفل اعلى او لعيب على مستوى اعلى شويه هتتاذى كتير، هتتاذى وهيبقى هيتسجل فيك اهداف اكتر من كده. وخد بالك المقصه النهارده في كور لو اتعمل فيها جماعيه شويه في الهجوم بين عمرو مرعي وفوافي ومحمد ابراهيم كانوا سجلوا اكتر من هدف. في المقابل انت انت رحت عملت فرص وكل حاجه، ولكن الماتشات اللي جايه مش بتاعه انت سجلت قد ايه، الماتشات اللي جايه بتاعه انت ما استقبلتش قد ايه. الماتشات الجايه الزمالك ورجاء ووداد، الماتشات دول الفرق اللي مش هتستقبل وتعرف تجيب جول من فرصه واحده هي اللي تكسب. انت النهارده لا، المباراه فيها شغل خطط كتير جدا جدا جدا، محتاج يتراجع تاني. واعتقد لو النادي الاهلي وقفته مش صح شوط تاني ممكن يستقبل اهداف. كابتن عادل، شفنا جرأه هجوميه جامده جدا من كابتن ايهاب جلال الشوط الاولاني، ويمكن راح لمرمى الشناوي ثلاث اربع مرات زي ما قال الكابتن علاء. احنا كل مره في الماتشات الاخيره بنقول الشناوي نجم الشوط الاول، الشناوي نجم المباراه. الاهداف المهدره من لعيبه المقصه ممكن تاثر تاثير سلبي عليهم الشوط الثاني ونشوف اجوال من النادي الاهلي اكيد يعني. بس انا عاوز ارجع في حته الكابتن علاء ميوب اتكلم فيها وكانت مهمه قوي، اللي هي حته الشناوي، وانت كمان يا كابتن اتكلمت فيها ان الشناوي نجم المباراه، عشان انت عندك مشكله كبيره في الرباعي بتاع خط الدفاع النادي الاهلي في المساحات، اللي هو ايه يا كابتن؟ المسافات البينيه، دايما الوقفه فيها مسافات بينيه مختلفه. يعني المفترض انك انت الاربعه بيقف 10 متر 10 متر 10 متر 10 متر، بيحصل ما بين محمد هاني وياسر ابراهيم في مساحه اعلى، عشان كده تلاقي الاختراقات دي. واحد اثنين، فرقه المقصه صلاح ريكو هو اللي عامل لهم الديفندر الواقف، وخالد اوتشو من الناس اللي بيعرف يكمل. ولكن السؤال اللي انت قلته ان فعلا هيتاثروا، لا، النادي الاهلي ممكن يعرف ان الفرقه دي بتيجي من ورا كتير قوي، فالنادي الاهلي هيستوعب الامر فيقف الوقفه كويسه، هيعمل ضغطه اماميه شويه وحته الترحيل علشان فيها رجوع شويه، احنا بنرجع المدافعين. ولكن ان شاء الله النادي الاهلي يصحى شويه في الحته بتاعه الحاجات البينيه اللي ما بين محمد ابراهيم وما بين ميدو جابر والتغيرات بتاعتهم والحاجات اللي هي عمرو مرعي، الحاجات دي الطوليه لو النادي الاهلي ما وقفش فيها ممكن مصر المقاصه يعمل خطوره عليك، لان هي اللي جايين من ورا كتير قوي في نادي مصر المقاصه في المباراه دي ازيد من اي مباراه لعبوها تاني، علشان النادي الاهلي عامل عمق دفاع شويه. كابتن هاني، هنسال سؤال كده عن تحركات بادجي. يمكن هو كابتن علاء وكابتن عادل قالوا ان هو كان من نجوم المباراه، بس انا شايف الشوط الاولاني ان هو بيسقط كتير قوي، بيطلع بره ال 18 كتير قوي، بيخرج عن الحته اللي فيها خطوره منه، وبالرغم من انه هو راس حربه واحد كويس، ولكن بعد الفاصل. الفاصل مع كابتن هاني العجيزي عن تحركات اليو باجي. بص يا كابتن، هو طبعا اليو باجي هو دي طبيعته وطريقه لعبه، ان هو بيتحرك كتير بره البوكس، ودي طبعا اتكلمنا فيها قبل كده، وان دي مشكله هي لحد ما مش مشكله كبيره قوي، لكن برضو انت راجل سترايكر مطلوب منك ان انت دايما تبقى موجود في البوكس، دي حاجه. تاني حاجه، الراجل برضو اتعود ان هو مع دايما بيلعب الفتره الاخيره مع مروان محسن باتنين فراوده، فطبيعي الواحد فيهم لازم بيسقط، فهي من عاده بادجي ان هو كان بينزل كتير جدا، ودي باينه النهارده ان هو راجل برده لازم يبقى في كلام معاه ان انت لازم تلعب بسترايكر واحد، ما دام بتلعب بسترايكر واحد لازم بيبقى انت جوه البوكس دايما بتستنى الحاجات العرضيه، بتستنى الحاجات البينيه. لكن هو كمجمل هو بيأدي بشكل كويس، باستثناء النهارده في كره جات له بس قلشت منه، لكن هو كتوتال الشوط الاول يعني بيأدي كويس، والفتره الاخيره ماشي كويس. انا عارف انت مستعجل يا كابتن، فمفيش مشكله. الشوط الثاني اعتقد ان شاء الله شوف جول الشوط الثاني ان شاء الله. في كتير، شوف جول الشوط الثاني ان شاء الله، شوف جول الشوط الثاني في هدف. طيب هنروح نتفرج مع بعض على مجريات الشوط الثاني ونقابلكم بعد نهايه الشوط الثاني.